السلام عليكم. اليوم سوف أعلمكم كيفية استخدام أداة Puppet Warp في برنامج فوتوشوب لتحريك أجزاء من الصورة كما لو كان لها مفاصل. كما ترون اخترت صورة لهيكل عظمي وذلك حتى تتمكنوا من رؤية النتيجة بشكل واضح. قمت مسبقا بفصل الصورة عن خلفيتها وذلك باستخدام أداة Magic Wand، ويمكنكم فعل ذلك بأداة أخرى إن رغبتم. سوف أبدأ بالتأكد من أن الطبقة التي تحتوي على الصورة التي أريد تعديلها منتقاة، ثم سأذهب إلى قائمة Edit وأختار Puppet Warp. سأقوم الآن بالضغط مرة واحدة على الأجزاء التي أرغب في أن تكون محورا للأجزاء المحيطة بها، لذا فسوف أضغط على بعض مفاصل الهيكل العظمي الذي أمامي. يمكنني الآن سحب بعض النقاط لتحريك الهيكل العظمي كما لو كان كل جزء منه في طبقة مفصولة. سأقوم الآن بضغط زر Enter وذلك لتثبيت التعديلات. شكرا لمشاهدتكم لهذا المقطع، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه.